هل يجوز أن أشتري سلعة ب1500 من محل كاش وأبيعها لصاحبي بالقسط ب2000 إذا تتملكها أولا يا أحمد وبعدها تخير المشتري إن شاء اشترى وإن شاء ترك؟ أما الذي يصنعه الناس الآن يأخذون شخصا معهما ليشتري لهم السلعة وفي الحال يبيع لهم بالتقسيط، هذه حيلة من حيل الربا كما لا يخفى.